السلام عليكم. توقت مباراة الجيش الملكي ضد مازيمبي اليوم في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024، والقنوات الناقلة لهذه المباراة يحتل الجيش الملكي المركز الأول في ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا للسيدات برصيد 3 نقاط، ويحتل مازيمبي المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضا، ويستضيف ملعب العبدي بالجديد لقاء الجيش الملكي ضد مازيمبي في الجولة الثانية من دور مجموعة دوري أبطال أفريقيا للسيدات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في حدود الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب، 8 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة بي إن سبورتس HD6 بتعليق جواد بادو.